لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. انا معاك وهرد على كل حاجه والله والله هرد على كل حاجه. وهنتكلم في لا معلول بقى في الجبهه الشمال هناك هيبقى بقابله حمدي النقاص والاثنين مع بعض في منتخب تونس، وعلي معلول حافظ الحته دي ويعرف يطقطق ظهر النقاص ازاي. مش حسين الشحات بس اللي هيطقطق له ظهر، حسين طقطق له ظهره قبل كده، لكن المره دي علي معلول في الشق الهجومي مهم جدا، سواء بقى قدامه طاهر محمد طاهر، سواء قدامه كهربا، ايا كان اللي قدامه، لكن في الاخر علي معلول احد المفاتيح الهجوميه المهمه. ده في لحظه بتقف 18 يا بيشوط يا بيعرض يا بيسند للي جاي من ورا. وانا متفائل لنتيجه المباراه غدا باذن الرحمن، باذن الرحمن يبقى الاهلي كسبان كده ويرجع كده كسبان 1-0 او 2-0 يريحوه في مباراه العوده. انا متفائل للاهلي. سيدنا النبي قال تفائلوا بالخير تجدوه، والنهارده يوم جمعه ونحن في ساعه وفي ساعه اجابه. ادعوا عسى ان تكون هذه الساعه ان ربنا يغفر لكم ويرحمكم ويوفق الاهلي لاسعاد الملايين في جميع انحاء العالم. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. ونشوف مستر بيتسو موسيماني مركز على ايه، ما هي وصايا مستر بيتسو موسيماني للاعبيه في هذه المباراه. اول وصايا مستر بيتسو موسيماني هي التسديد بعيد المدى من خارج ال 18 شوط، وفي درس خصوصي في التدريبات لعمرو السوليه لديانج، بس ديانج محتاج يعلى في التسديدات، المساله دي غايبه عنه جامد جدا حتى في الجون، يعني يعني لسه رجليه مش حلوه على المار. لكن حمدي فتحي نفس الفكره، طاهر محمد طاهر اتاكد عليه انه يشوط من بعيد ياخدها ويشوط على طول ويكسر ويشوط رجليه حلوه. معز بن شريفيه ليس الافضل لكن هو الاساسي بعد عودته من الاصابه، هو اللي بيلعب. فاكد مستر بيتسو موسيماني من خلال الاناليسيز اللي محمول مع الناس اللي وياه محلل الاداء ان واحد التسديد بعيد المدى، دي الوصايا اللي بيقولها. اثنين سرعه الارتداد عند فقدان الكره الى وسط الملعب، قال ما يبقاش فيه موجود محدش بعد خط السنتر غير محمد شريف، يبقى مع اخر مدافع قدام اخر مدافع، لكن مع سرعه الارتداد ده امر خلصانين منه. الجزئيه الثالثه سرعه التمرير عند الاستحواذ، اعمل الطوليه يا اما لصلاح محسن للشحات لمحمد شريف في الامام او في العمق، سواء في العمق او في الامام. ازيك يا استاذ عمر، نور الدنيا يا استاذ عمر، الجمهور بيسال عليك وبيسلم عليك يا استاذ عمر. سرعه التمرير، استحوذ مرر بسرعه ارمي في العمق للي طاير قدام محمد شريف صلاح محسن، بيسند وبيروح، وان شاء الله ربنا يكرمنا بواحده كده ولا باتنين يفرحوا الجماهير في هذه المباراه المهمه والمصيريه. فيبقى تسديد بعيد المدى، سرعه الارتداد، سرعه التمرير للمهاجمين عند الاستحواذ والمرتدات السريعه، تضييق المساحات عند فقدان الكره. ركز على انك انت لو مستحوذ يبقى من رجل لرجل، سلم من رجل لرجل ب 100% والاستحواذ اكبر قدر ممكن، اكبر قدر ممكن على الكره حتى لو في نص ملعبك. اكد على الاجنحه سرعه الارتداد للمسانده الدفاعيه، اكد على طاهر محمد طاهر وعمرو السوليه على التسديد بعيد المدى على معز بن شريفيه، وطالب معلول بشل حركه الجناح الايمن او المدافع الايمن المميز صاحب البرجل الواسع حمدي النقاز، وقال ان ده اهم جزئيه في الخطوره. طلب عدم الاستجابه لاي استفزاز من لاعبي خط الدفاع، واكد على عليهم ان بتبقى في استفزازات وحاجات بالشكل ده، فطالبهم بعدم الانسياق لاي استفزازات. مستر بيتسو موسيماني متفائل لهذه المباراه، واكد برضو ايضا على قفشه على التسديد خاصه من الوضع الحركه، سدد قال لك بره ال 18 سدد، هتلاقي باذن الرحمن بتزغرط في الشبكه. لا التشكيله ما نزلتش لسه يا نبيل، التشكيله ما نزلتش، ده احنا بنتوقع. عمرو نبيل صاحبك عبد الناصر سبك وراح تونس لوحده ومتصور مع كابتن الخطيب يا انكل. طيب حلو ان احنا نتكلم في الجزئيه دي. واحد انا كان جاي لي نفس الدعوه اللي جايه للاستاذ عبد الناصر من صديقنا المحترم الاستاذ خليفه، وقبل ما يسافروا عبد الناصر قعد يتحال عليا كتير جدا والاستاذ خليفه قعد يتحال عليا كتير جدا. طبعا انا طالع من عمليتين جراحيتين، عمليتين في القلب وقسطره وتركيب دعامات وكلام بالشكل ده،
وانا كمان ما بقتش حابب السفر قوي يعني. بعد موضوع قطر ده مع الاهلي في كاس العالم للانديه بقى عندي قرف من السفر، قرفه كده من السفر، ما فيش نفس للسفر يعني، فاهمني؟ فبالعكس الدعوه كانت موجوده، وكل وفي دعوه برضو لسلطنه عمان وانا اعتذرت عنها يعني. الموضوع وموضوع ليبيا قبل كده برضو ما فيش رغبه بيت، انا مش كده. حاجة التانية، عبد الناصر عامل شغل مميز جدا 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 جدا، وعبد الناصر انا وهو كنا متفقين في قضية اللي هي اظهار من المخالفات والحاجات دي. بعد كده كل واحد ماشي بدماغه، وهو ما شاء الله راح موقع جديد تحيا مصر ومتعاقد معاهم وماشي زي الفل وياهم وحاجات بالشكل ده. احنا الاثنين سنظل اخوات، لكن لا تنتظروا ابدا ان احنا نكون موجودين مع بعض في كل ايفنت. انا جات لي دعوة مع نفسي، هو جات له دعوة مع نفسه، انا قبلت الدعوه دي ماشي، رحنا الدعوه دي سوا ماشي، ما رحناش ماشي، لكن ما احناش مربوطين ببعض نهائيا لا في اي تناول ولا في اي حاجه. نتمنى بس نرتبط في الحج والعمره كده مع بعض حتى يعني كده يعني، فربنا كريم باذن الله. فالفكره ما هو ما سابنيش ولا حاجه، الراجل لحد النهارده بيتكلم يا ابو محمد، لحد امبارح والله، وروح والمستشاره الثقافيه تخلص لك التاشيره في 10 دقائق والحجز اهوت، وتبقى موجود وتقعد لك هنا تستجم وتغير اجواء وكلام بالشكل ده. وشاكر للاستاذ خليفه ايضا صاحب الدعوه وهكذا يعني. فالفكره مش فكره بس ان احنا لازم نبقى مع بعض. المهم لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير، وخلينا كلنا كده ندعي باذن الرحمن الاهلي كسبان، ندعي كده للنادي الاهلي، ندعي للنادي الاهلي. وربنا يوفق قفشه لو سليم 100% هي وشارك، وربنا يوفق كل اللعيبه، وربنا يوفق رامي ربيعه بيلعب في مركز مش مركزه. ده الكلام اللي بيدور ان هو اللي هيلعب باك رايت مش اكرم توفيق، واحمد بيكهام خلاص عنده شد في الضم ودي اصابه هاني، والاهلي يحتاج الى ظهير ايمن. طيب لايك وشير وصلي على الزين، وربنا يوفق فيكتور جوميز الى اتخاذ قرارات عادله في هذه المباراه المهمه. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. النهارده النادي الاهلي حس، خليني بقى اقول لك ان كان في دردشه مع امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات قبل ما اطلع معاكم النهارده. قلت له يا امير الناس عايزه تطمن، قال لي يا انكر احنا عندنا ماتش بكره، انا هطلع اطمن الناس في ايه؟ ما فيش حاجه اقدر اقولها دلوقتي. قلت له طيب بعض الامور، عايز اقول حاجات بعض الامور على لسانك يعني. كريم فؤاد قال لي من الصفقات اللي يعني لم تنتهي رسميا، لكن النادي الاهلي ينهيها خلال الاونه القليله المقبله، وهو احد اللاعبين المرشحين بقوه للانضمام الى النادي الاهلي، ومكسب كبير للنادي الاهلي في حال اتمام الصفقه. هو لعيب موهوب ويوجد تعاون مثمر بين اداره النادي الاهلي واداره نادي نجوم المستقبل والاستاذ محمد الطويل.